أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم في الإحاطة الإعلامية الأولى لعام 2023 بعنوان شتاء عام 2023 ماذا بعد؟ في هذه الحلقة سنتناول المواضيع التالية. محاور هذه الحلقة ستكون الواقع المطري والتغير المناخي، أيضا تأثيرات الواقع المطري الحالي على بعض القطاعات منها القطاعات الزراعية والمائية، وأيضا ماذا بعد مرضى عنية 2023. وسيكون معنا الزميلان محمد الشاكر وأسامة الطريفي للتكلم عن هذه التوقعات وتوقعات فصل الشتاء بمشيئة الله. ضيوفنا لهذه الحلقة بداية من الأستاذ جمال الموسى مستشار طقس العرب، الأستاذ محمد الشاكر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات طقس العرب، الزميل أسامة الطريفي مدير العمليات الجوية في مجموعة شركات طقس العرب، الأستاذ عمر سلامة الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري، أيضا الأستاذ محمود العوران مدير اتحاد المزارعين الأردنيين وينضم إلينا من لبنان، الأستاذ جوزيف القارح معد النشرة الجوية على شاشة LBC اللبنانية ومدير موقع وذر أوف لبنان، وأخيرا من فلسطين ينضم إلينا الزميل قصي حلايقة مدير موقع طقس الوطن. أهلا وسهلا بكم جميعا، ونبدأ في محورنا الأول مع الأستاذ جمال الموسى مستشار طقس العرب. أستاذ جمال أهلا وسهلا بك. أهلين فيك وأهلين بجميع مستمعينا ومشاهدينا. أستاذ جمال، ما هو تقييمك لمربعانية الموسم الحالي؟ أربعينية هذا الموسم أو مربعانية هذا الموسم الشتوي للأسف الشديد امتازت بكميات وطول أمطار قليلة وكانت أقل من المعدلات بشكل واضح في كثير من الأماكن، أيضا امتازت بارتفاع درجات الحرارة وخاصة معدلات درجات الحرارة الصغرى، هذا أهم ما يميز أربعينية هذا الشتاء. طيب أستاذ جمال، ما هو تقييمك للواقع المطري في المملكة ومحافظاتها؟ الواقع المطري بنأخذ من الأرقام، فبنلاحظ أنه المناطق أقصى المناطق الشمالية وهذا واضح من الخرائط امتازت بضعف حاد، المناطق أيضا الشمالية بضعف كبير، المناطق الوسطى ضعف متوسط، وبقية المناطق لا يوجد ضعف، لكن الملاحظ أنه المناطق اللي امتازت بضعف شديد هي المناطق ذات المعدلات العالية وأيضا المناطق التي يتواجد فيها أراضي زراعية وأيضا اللي معدلات الهطول فيها عالية، فبنلاحظ مثلا إربد نسبة ما تحقق من الموسم هو 15%، لكن أداء الموسم حتى تاريخه كان حوالي 31%، يعني لحد الآن لم يأتي ثلث ما يجب أن يأتي من الأمطار أو من المعدل السنوي يعني العام، يعني في نقص 70% أستاذ في جمال. نقص لحد الآن نعم. لحد الآن نعم. مثلا جرش أيضا نسبة ما تحقق من الموسم 19% من الموسم السنوي العام، لكن أداء الموسم حتى تاريخه حوالي 50%، يعني نصف الموسم. عجلون أيضا ما تحقق من الموسم هو 23%، وأداء الموسم حتى تاريخه كان بحدود 46%. عمان نسبة ما تحقق من الموسم 25%، وأداء الموسم حتى تاريخه حوالي 49%. مأدبة نسبة ما تحقق من الموسم كان 29%، وأداء الموسم حتى تاريخه 59%. البلقاء أيضا نسبة ما تحقق حوالي 30%، وأداء الموسم حتى تاريخه 57%. أما الزرقاء 44% نسبة ما تحقق من الموسم، وأداء الموسم حتى تاريخه كان 88%. أيضا المفرق ما تحقق من الموسم 26%، وأداء الموسم حتى تاريخه كان حوالي 49%. الكرك 18% نسبة ما تحقق من الموسم، وأداء الموسم حتى تاريخه كان 40%. أما الطفيلي فنسبة ما تحقق هو 37%، وأداء الموسم حتى تاريخه 81%. أما إمعان نسبة ما تحقق من الموسم هو 150%، وأداء الموسم حتى تاريخه 295%. بحب أشير هون إلى أنه إمعان مثلا معدل الهطول السنوي هو تقريبا 44 ملمتر في السنة، فحتى لو ارتفعت هذه النسب بظل نسبة الهطول قليلة نسبيا،
والعقبة أيضا نسبة ما تحقق من الموسم 92% وأداء الموسم حتى تاريخه 151%. أيضا معدلات الهطول السنوي في العقبة قليلة جدا، أقل من 30 ملم وتقارب حوالي 23 ملم المعدل السنوي للعقبة. إذا الأماكن التي مفروض واللي فيها نسب هطول عالية لم يأتيها هطول كما يجب وكانت أقل من النسب المعتادة حتى هذا الموسم. نعم، شكرا لك أستاذ جمال، والآن سنعود لك بعد قليل، ولكن نود تذكير بأنه بعد قليل سيكون معنا الزميلان محمد الشاكر وأيضا أسامة الطريفي للحديث عن توقعات ما تبقى من فصل الشتاء وفرص الثلوج أيضا في هذا الموسم. والآن ننتقل سوية للواقع المطري في باقي بلاد الشام ونبدأها من فلسطين مع الزميل قصي حلايقة مدير موقع طقس الوطن. قصي مساء الخير وأسعد الله مساءك. قصي، كيف هو الأداء المطري في فلسطين لغاية هذه اللحظة وما هي التوقعات لما تبقى من هذا الشتاء؟ يسعد مساك مهند ومساء الخير لضيوفك الكرام ولمتابعي طقس العرب في كل مكان. التنبؤات بعيدة المدى نوعا ما مبشرة لكنها غير نهائية. هناك مخاوف من حدوث احترار على مستوى الدوامة القطبية وانقسامها بالعادة يؤثر سلبا علينا، وبالتالي نحن بحاجة إلى مزيد من المتابعة. هناك عودة للأمطار مع بداية شباط واليوم الأخير من المربعانية، لكن يعني بحاجة إلى متابعة التذبذبات والخرائط الجوية والإنسامبلز، بالإضافة إلى موضوع SSW اللي هو الاحترار على الدوامة القطبية حتى نكون متأكدين من طبيعة النظام الجوي في الشهرين المقبلين. الأمطار 26% معدل المنطقة الشمالية من فلسطين، 29% الوسطى، 56% الجنوبية، النقب وجنوب قطاع غزة. هذا ما رصد حتى اليوم منذ بداية الموسم، أرقام متواضعة. لنأخذ القدس كعينة عشوائية، 146 ملم كل ما هطل في القدس حتى اليوم، وبالتالي دون المعدل بشكل لافت، بحاجة إلى 400 ملم في القدس. إحصائيا من عام 2000 ل 2022 مرة واحدة هطل 400 ملم في شباط وأذار، كان ب 2003، لكن كان النظام الجوي مختلف تماما عن هذا الموسم. مع ذلك نأمل خيرا، ممكن شوية تعويض صار صعب لكن نأمل خيرا. الارتباط بالتغير المناخي، تذبذبت المواسم في آخر 4 سنوات، كان منها مواسم ممتازة جدا وقوية، لا يمكن أخذ هذا الموسم كمثال للحكم على التغيرات المناخية في المنطقة، خاصة أن التغيرات المناخية يجب أن تكون بشكل أساسي في منطقة الاستواء والأقطاب. الأثار، نعم هناك أثار سلبية لا يمكن المجاملة، هناك أثار سلبية نتيجة ضعف الأمطار. أولا هناك محاصيل زراعية مثل الحبوب والقمح والعنب وغيرها تحتاج لكمية أمطار كبيرة وهذا لم يتحقق، وبالتالي قد يكون هناك آثار غير مباشرة بارتفاع الأسعار. البرودة، برودة الأجواء غير كبيرة، لم تسجل درجات حرارة متدنية، ومن المعروف أن عقد الثمار يحتاج إلى جو بارد في عمق الشتاء، وبالتالي هذا قد يخفف من الإنتاجية. الأفات والحشرات، الفيروسات والميكروبات، هذه التقلبات الجوية في غير أوانها والارتفاع في درجات الحرارة قد يسبب انتشارها في الأشهر القادمة. شكرا لك مهند وشكرا لضيوفك، تصبحون على خير. شكرا قصي. والآن من فلسطين إلى لبنان والزميل جوزيف القارح معد النشر الجوية في قناة LBCI وأيضا مدير موقع Weather of Lebanon. جوزيف أسعد الله مساءك. جوزيف، اشرح لنا أكثر عن الواقع المطري في لبنان وما هي توقعاتك للفترة القادمة في لبنان. مساء الخير مهند، مساء الخير لضيوفك ومساء الخير أيضا لكل متابعين موقع طقس العرب. بالنسبة للأحوال الجوية بلبنان خاصة كمية المتساقطات، هذا الموسم 2022-2023 في عنا نقص كبير بكمية المتساقطات بالمقارنة مع المعدلات العامة التصاعدية. بالنسبة لشهر تشرين الأول وتشرين الثاني كمية المتساقطات كانت جيدة جدا، إنما نمط المتساقطات كان سيء بما أنه كمية هائلة من المتساقطات هطلت بفترة قصيرة جدا، وهذا الشيء ما بتقدر الأرض تستوعبه خاصة الأمطار أنه تروح على المياه الجوفية. بالنسبة لشهر كانون الأول وكانون الثاني وبسبب سيطرة المرتفع المضاري على منطقة شمال شرق أفريقيا ومروراً بالحوض الشرق المتوسط ودول شرق المتوسط وصولاً إلى تركيا ودول شرق أوروبا، بعض دول شرق أوروبا، هيدا المرتفع يلي منع وصول المنخفضات إلى منطقتنا، وهذا الشيء أدى إلى حالة استقرار تام بالأحوال الجوية ونقص بكمية المتساقطات للأسف. إذا بدنا نتطرق شوي لتوقعاتنا بلبنان
عن الأحوال الجوية المتوقعة بالأيام المقبلة. في عنا بحدود اليومين أو ثلاثة يعني لغاية مساء نهار الجمعة استقرار تام بالأحوال الجوية، من بعدها في عنا احتمالات بعض الأمطار المحلية بين نهار الجمعة ونهار الأحد، على أمل حسب ما مبين بالتوقعات الجوية المنظومة الجوية على ما يبدو سوف تتغير خاصة مع بداية شهر شباط، وهذا الشيء بيؤدي إلى عودة المتكررة إذا فينا نقول لحركة المنخفضات نحو منطقتنا، وعلى أمل أنه هالتوقعات تتحسن أكثر وأكثر وتثبت، بما أنه نحن مثل ما ذكرنا بحاجة إلى عودة الطقس الشتوي إلى منطقتنا وخاصة بلبنان. شكرا للجميع. شكرا لك جوزيف. نعود ونذكر بأنه بعد قليل سيكون معنا الزميلان محمد الشاكر وأسامة الطريفي للتحدث عن باقي توقعات فصل الشتاء وأيضا احتمالية تساقط الثلوج خلال هذا الفصل. وبالعودة إلى الأستاذ جمال، أستاذ جمال، هل يمكن وصف الوضع الحالي على أنه جزء من التغير المناخي أم أن هذه الحالة قد تكررت من قبل في هذا الوقت؟ هي هذه الحالة تكررت لكن بشكل قليل جدا عبر السجل المناخي في المنطقة، واللي هو يتجاوز حوالي بين 50 إلى 70 سنة، لكن بشكل عام المنطقة العربية تعاني أصلا من ظاهرة الجفاف وقلة وندرة المياه، وتعتمد حوالي 65% على الموارد المائية من خارج حدودها، وأيضا بالإضافة إلى ذلك معدلات الأمطار فيها غير منتظمة وأيضا متذبذبة بشكل كبير جدا، و90% تقريبا من المنطقة العربية تعاني من تصحر، بالإضافة إلى ذلك تتميز بموارد مائية محدودة ونسبة التبخر فيها مرتفعة جدا تصل إلى حوالي 88%. الآن مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة التبخر وما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من كوارث جوية قاسية ومتطرفة، وأيضا زادت الأوضاع سوء في المنطقة العربية، فالعالم العربي يواجه كارثة حقيقية من حيث الجفاف، وأيضا بشكل واضح تؤثر هذه الحالة الجفاف على مستقبل الأجيال، وأيضا يعد الشرق الأوسط إحدى المناطق الجافة، وأيضا ترجح الدراسات بأن تكون نسبة الاحترار ونسبة الجفاف أيضا في المنطقة أكثر من ذي قبل، إلى جانب زيادة متوقعة أيضا في عدد السكان، وبالتالي انخفاض تدريجي لنسبة المياه المتوفرة لحصة الفرد. إذن في هناك عندنا نقص في المياه بطبيعة الحال، في عندنا تصحر، في عندنا قلة مياه واعتمادنا على المصادر الخارجية وأيضا المياه. الآن نتيجة التغيرات المناخية وقلة الأمطار هذا زاد الوضع سوء، وبالتالي إذن في هناك في ذبذبات نقدر نعتبرها جزء من الذبذبات التي تحدث في التغير من سنة إلى سنة، لأن الأمطار غير منتظمة وغير ومتذبذبة، وأيضا ممكن يكون في دور أيضا للتغيرات المناخية. هذا الدور للتغيرات المناخية يزيد من الأوضاع سوء. نعم أستاذ جمال، مستشار موقع طقس العرب، شكرا جزيلا لك. أهلين يا. ننتقل الآن إلى المحور الثاني، وهو تأثير هذا الواقع المطري على القطاعين الزراعي والمائي. وللحديث أكثر عن هذا المحور ينضم إلينا الزميل والأستاذ الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري الأستاذ عمر سلامة. أستاذ عمر، ما هي نسبة الهطول المطري لغاية الآن، وما تأثير ذلك على القطاع المائي في المملكة، وما هي أكثر المناطق تأثرا بقلة الهطولات المطرية؟ الموسم المطري حتى الآن بلغ نحو 40% من الهطول المطري العام، ونعم نسبة قليلة حتى الآن، ولكنه ليس يعني استثناء خلال المواسم المطرية الماضية. العام الماضي هذا الهطول حتى الآن شكل 50% من الكميات اللي هطلت في الموسم الماضي، وهو كان موسم جاف، كانت لنفس الفترة العام الماضي 23%، فنحن نتحدث عن هذا الموسم 40% أفضل مما كان عليه العام الماضي. نحن نعلم أن الهطولات المطرية يعني هو السنوي معدل العام يصل إلى حوالي 8.1 مليار متر مكعب، توزع على كانت في السابق على 55 يوم ماطر، ولكن خلال السنوات القليلة الماضية تراجعت الهطولات إلى نحو 30 يوم ماطر في جميع مناطق المملكة.
وإن شاء الله أنه خمسينية الشتاء اللي تشكل حوالي 40% من الهطول المطر العام تقريبا، أنه تحمل كميات مطرية تكون جيدة. الآن مخزون السدود نتحدث عنه حوالي 80 مليون متر مكعب من الطاقة التخزينية الكلية، اللي هي 280 مليون متر مكعب في السدود الرئيسية طبعا، وهي تشكل نسبة حوالي 28%. لا شك أنه توزيع الأمطار الذي نمر فيه خلال السنوات الماضية هو أثر بشكل كبير على الكميات المياه والواقع المائي وقطاع المياه. على سبيل المثال، إذا ما استعرضنا موضوع الينابيع، فنجد أنه كان لدينا عام 1970 861 نبعة موجودة في المملكة، كانت طاقتها الإنتاجية من المياه تصل إلى 250 مليون متر مكعب. الآن هذه الينابيع جف أكثر من 195 نبعة منذ عام 1970 حتى اليوم، بمعدل حوالي 5 ينابيع سنويا، وهذا رقم كبير. وأيضا تراجع التدفق من هذه الينابيع المتاحة حاليا إلى النصف تقريبا بنسبة 50%، الآن يعني إنتاجيتها لا تزيد عن 120 مليون متر مكعب، وهذا كله بنتيجة تذبذب وتوزيع الأمطار، وأيضا التوسعات الحضرية والامتداد السكاني والبناء في معظم المناطق أثر على التزويد المائي لهذه المصادر، هذه المياه. وكذلك تغذية المياه الجوفية أيضا تراجعت إلى أقل من 280 مليون متر مكعب، بينما إحنا نقوم باستنزاف المصادر المائية ونسحب كميات تزيد عن 500 مليون متر مكعب، وهذا ما أدى إلى تراجع مستوى سطح المياه الجوفية في كثير من الأحواض المائية المنتشرة بالمملكة. المناطق الأكثر تأثرا بالهطولات، إحنا يعني 40% من الهطول المطري تركزت في المناطق الجنوبية الشرقية، وبالذات اللي هي المنطقة محافظة معان والعقبة، حيث شكلت العقبة كان الهطول المطري فيها نسبة كمية الأمطار من بداية الموسم إلى المعدل الطويل الأمد أكثر من حوالي 185%، معان تقريبا 134%، تلاها المفرق حوالي 32% من الهطول المطري. بالمناطق الجنوبية أيضا الطفيلة والكرك لم تزد عن 23%، وهذا هي المفارقة والتذبذب بتوزيع الأمطار. بينما المناطق الشمالية اللي هي تعد مصدر الغذاء الوطني للزراعات الحقلية والخضرية والفاكهة، مثلا إربد وجرش وعجلون، لم تزد عن بين 20% عجلون، وجرش وإربد حوالي 16%، وهذا يدلل على أن توزيع الأمطار يعني له أثر كبير، وهذا يهدد بتراجع مصادر المياه وتراجع إنتاجيتها، وبالتالي لابد من إيجاد حلول مستدامة للتعامل مع هذا الواقع من خلال تأمين مصادر مائية مستدامة عبر على سبيل تحلية المياه، الذي تقوم وزارة المياه والري في العمل على مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر. عمر سلامة، الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري، شكرا لك. ابقوا معنا، بعد قليل سينضم إلينا الزميلان محمد الشاكر وأسامة الطريفي للتحدث عن باقي فصل الشتاء وتوقعات باقي فصل الشتاء، وأيضا عن فرص هطول زخات الثلوج والثلوج في باقي مناطق المملكة والمنطقة بمشيئة الله. أما الآن ننتقل سوية لمدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين الأستاذ محمود العوران. أستاذ محمود، مساء الخير وأهلا وسهلا بك. أستاذ محمود، قلة في الأمطار ومخاوف عديدة لدى المزارعين، حدثنا أكثر عن تأثير قلة الهطولات المطرية على الزراعة والمزارعين. أخي مهند، يسعد مساك ومساء أسرة طقس العرب وضيوف كل الكرام والمتابعين. أخي مهند، فيما يخص موضوع الانحباس المطري، احنا عم بنلاحظ الآن المناطق الشمالية معدلات الهطولات المطرية فيها دون المتوسط، كذلك الأمر المناطق الوسطى. المناطق الجنوبية والشرقية شهدت هطولات مطرية أعلى من المعدل، لكن هي حالات عدم استقرار جوي. وحين الحديث عن حالات عدم الاستقرار الجوي كقطاع زراعي، نجد بأنه هناك آثار سلبية فيما يخص حالات عدم الاستقرار، لأنه كميات هطولات مطرية غزيرة بوقت زمني قصير تؤدي إلى انجرافات التربة. أستاذ محمود، هل هنالك خسائر بسبب قلة الهطولات المطرية في هذا الموسم؟ أخي مهند، أكيد هناك خسائر بسبب قلة الهطولات المطرية بهذا الموسم.
أيضا الوضع بات مقلقا بالنسبة للأشجار المثمرة. الكل بيعرف بأن الأشجار المثمرة هي بحاجة إلى ساعات برودة تتراوح ما بين 200 ساعة إلى 1000 ساعة، زي التفاحيات مثلا الألف ساعة، اللوزيات تقريبا تبدأ من 200 ساعة. الآن إحنا عم بنعيش أربعينية الشتاء، أربعينية الشتاء درجات الحرارة زي ما عم بنراقبها من خلالكم أعلى من المعدل تقريبا من 5 إلى 10 درجات مئوية. بكل تأكيد هذا بداية أثاره السلبية على الأشجار المثمرة لعدم حصول ساعات البرودة، سيكون تأثيره سلبي على موضوع الإزهار ومن ثم عقد الثمار ومن ثم نوعية الثمر، فراح يكون في تدني أكيد في الثمار بالنسبة للأشجار المثمرة. ناهيك عن نقطة مهمة جدا أخي مهند فيما يخص هذا الارتفاع في درجات الحرارة، نشط ظهور بعض الأوبئة والآفات. يعني احنا عادة كنا معولين على أربعينية الشتاء بأن يكون هناك درجات حرارة متدنية تصل إلى الصفر المئوي، بعض مناطق من اللي فيها الأشجار نجد فيها تصل إلى درجة صقيع، وهذا شيء إيجابي بالنسبة للأشجار المثمرة، يقضي على الأوبئة والآفات مما يخفف من كلفة فاتورة استخدام المبيدات الزراعية. كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ محمود العوران، المدير العام لاتحاد المزارعين الأردنيين، شكرا لك. والآن ننتقل للمحور الأخير الذي ينتظره الجميع. بداية، ماذا بعد المربعانية؟ هل هنالك فرص لتساقط الثلوج في هذا الشتاء؟ وما هي توقعات الفترة القادمة؟ سيجيبنا على ذلك الزميلين محمد الشاكر المدير التنفيذي لطقس العرب، والزميل أسامة الطريفي مدير العمليات الجوية. أسامة ومحمد، مساء الخير. مساء الخير مهند لك، ومساء الخير لجميع المشاهدين والمتابعين الكرام اللي بيحضرون مباشرة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بطقس العرب. مساء الخير محمد، كيف الحال؟ خير الحمد لله. طبعا احنا الآن معكم في هذه الإحاطة للإجابة على أكثر الأسئلة تكرارا، ونحيطكم ما سيحدث أو ما سيحدث خلال الفترة القادمة في المملكة من متغيرات جوية. في البداية محمد، ما تعليقك على ما ورد من الزملاء والمختصين في الفقرات الماضية بسبب قلة وضعف وصول المنخفضات الجوية إلى المملكة حتى الوقت الحالي؟ مساء الخير مرة ثانية لك أسامة ولجميع الأخوة المشاهدين. زي ما احنا لاحظنا في ضعف كبير في الموسم المطري خاصة في المناطق الزراعية من شمال وسط المملكة. بشكل مختصر، سبب هذا الضعف في أداء الموسم المطري كان من الناحية العلمية هو هبوط كبير في مؤشر تذبذب القطب الشمالي، أي ارتفاع الضغط الجوي في القطب الشمالي، كان جاء بوقت مبكر في بداية الشتاء وبشكل غير معتاد، أدى إلى وجود أنماط جوية غير معتادة تمثلت بحالات من عدم الاستقرار الجوي التي أثرت بشكل كبير على مناطق البوادي ومناطق شبه الجزيرة العربية، وغياب شبه تام وضعف كبير في قدرة الهواء البارد والمنخفضات الجوية بالوصول إلى مناطقنا، وبالتالي يعني ما كان عندنا أي منخفضات جوية قوية تذكر خلال الفترة الماضية. طبعا هذا الامر ادى ربما لتركز الامطار مثل ما ذكرنا في وقت سابق في مناطق البوادي الجنوبيه والشرقيه، اطلقنا عليه اسم موسم البوادي حتى الان، اضافه الى موسم استثنائي في دول الخليج خاصه المملكه العربيه السعوديه كتجد نفس النمط الجوي لهذه المنخفضات الجويه. صحيح. مقارنه سريعه لعدد المنخفضات الجويه التي اثرت على المملكه وهي مصنفه، طبعا احنا زي ما الجميع بيعرف يعني تصنيف شده المنخفضات الجويه من 1 إلى 5 خلال الاعوام الماضيه حتى تاريخ اليوم. طبعا كما نشاهد في 2018-2019 تعرضت المملكة حتى تاريخ اليوم إلى 10 منخفضات جوية، تكرر ذات الأمر في 2019-2020 حتى تاريخ اليوم تعرضنا إلى 10 منخفضات جوية مصنفة في تلك الفترة. ب 2020-21 تراجعت عدد هذه المنخفضات، بلغت فقط حتى تاريخ اليوم 7 منخفضات، وأيضا تراجعت في 2021-2022 6 منخفضات جوية، ولكن حتى تاريخ الآن تعرضنا فقط هذا العام إلى 3 منخفضات جوية، واحدة منها كانت مصنفة والباقي كانت على شكل ربما امتداد لمنخفضات جوية. ندخل مباشرة في الأسئلة الأكثر تداولا ومحور هذه النقاش الآن، نهاية الأسبوع الحالي، هل هنالك عاصفة شتوية ستؤثر على المملكة؟ لا، نهاية الأسبوع الحالي راح يكون استمرار الأجواء المستقرة أسامة بشكل كامل. لو شفنا الخرائط الجوية راح نشاهد انه في عندنا مناطق شمال القارة الأفريقية تحديدا مناطق دول المغرب العربي تتعرض لهواء بارد وكتل هوائية باردة. خلال قادم الأيام هذه الكتل الهوائية الباردة ستؤدي بطبيعة الحال إلى تدفق تيارات هوائية دافئة نحو مناطق بلاد الشام، وسيكون هناك ارتفاع
لافت جدا على درجات الحراره اكثر من الاسبوع الماضي حتى ان درجات الحراره في بعض مناطق العاصمه عمان قد تصل الى 20 او 21 درجه مئويه في عطله نهايه الاسبوع الحاليه. مناطق مثل الاغوار والبحر الميت والعقبه قد تصل درجات الحراره فيها لاكثر من 25 درجه مئويه وتيارات هوائيه اجمالا ستكون ادفع بكثير مما هو معتاد عليه. طبعا ذلك ناتج عن هذه الانظمه والانماط الجويه المتوقعه. بالتالي استمرار الطقس المستقر والدافئ نسبيا في مناطق شرق البحر الابيض المتوسط. يعني المعلومه الاولى عطله نهايه الاسبوع ستكون اجواء بها مستقره ودافئه ربما في بعض الاوقات قد تصل الحراره ل 20 درجه مئويه في عديد المدن والمناطق الاردنيه وبالتالي ادفئ من عطله نهايه الاسبوع الماضيه. السؤال الاخر الذي يرد بشكل مستمر مطلع او بدايات شهر 2 القادم شهر شباط هناك حديث كبير عن وجود فرص واسعه لتساقط الثلج او ازدياد فرص تساقط الثلوج في المملكه. بطريقه علميه ما الاجابه على هذا الطرح او الموضوع الذي يتداول الان؟ اكيد طبعا تداول معلومه الثلج اسامه كانت كثير موجوده خلال صحيح يعني فصل الشتاء الحالي جزء من نهايه فصل الشتاء احنا نتعرض لنفس بشكل مستمر نفس هذه المعلومات فدائما يعني موجود الاشاعات. لكن مهم انه حتى ظهورنا الاعلامي احنا بنركز عليه انا شخصيا بالتعاون مع فريق تقصير ان يكون هو ذا قيمه مش فقط الهدف السابق. وبالتالي ظهورنا الاعلامي يجب ان يكون دائما له هدف سامي و مفيد. صراحة سأشرح بشكل علمي ما هو الوضع خلال شهر 2 بداية شهر 2. هذا التموج الذي نراه في الخرائط هو أمر إيجابي إجمالا لأن هذه مناطق شمال إفريقيا كانت تعاني مثل مناطق بلاد الشام بعدم وجود منخفضات جوية تعرضت الآن لسلسلة منخفضات جوية فهذا نوعا ما أمر إيجابي. عندما نذهب في الوقت أكثر للأمام نجد أن مع نهاية هذا الشهر يعني اليوم الأخير من شهر واحد اللي هو تقريبا يأتي في 30/1 أو 31/1 نرى بأن هناك اقتراب للهواء البارد نحو مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط. هذا الأمر يعني أن آخر أيام هذا الشهر متوقع أن ترتفع به فرص هطول الأمطار وتعود الأجواء الباردة إن شاء الله من جديد. لكن ذلك آخر يوم من هذا الشهر تزداد فرص هطول الأمطار. بدايات شهر 2 أسامة ما يحدث هو هذا المرتفع الجوي الذي يكون متواجد في مناطق المحيط الأطلسي يدخل إلى داخل القارة الأوروبية وهذا الأمر بحد ذاته يؤدي إلى دفع الكتل الهوائية الباردة والباردة جدا والقطبية نحو شرق القارة الأوروبية وبالتالي تصبح المنظومة الجوية إيجابية بشكل عام. لكن ذلك لا يعني أن هناك منخفضات في الدرجة الأولى أو حتى وصول للمنخفضات الجوية القطبية إلى مناطقنا لعدة أسباب. إذا ذهبنا إلى أهم هذه الأسباب سأذهب معك إلى القطب الشمالي بعيدا عن مناطقنا. القطب الشمالي هنا يعاني من مرتفع جوي ما زال غير متعافي. نقطة سلبية هذه. وهذه تعتبر نقطة سلبية وتؤدي إلى أمر جدا مهم يجب طرحه وهو ما يسمى بالتشويش على النمذجة العددية. الآن الخرائط الجوية هذه عبارة عن نواتج لحسابات حسابات رياضية وفيزيائية. وجود هذا المرتفع يقيد هذه الحسابات من الدقة ويجعلها مشوشة بشكل كبير جدا. فإذا أخذنا مثلا مثال كيف تظهر هذه النمذجة أسامة. هذا الرسم يعني هو قد يبدو معقد لكن سأحاول تبسيطه بشكل كثير كبير. هذه الأيام في المستقبل لهذه النمذجة العددية هذه عبارة عن حسابات مختلفة في المستقبل والألوان تمثل درجات الحرارة والبرودة بشكل عام. فاللون الأزرق مثلا يمثل البرودة واللون الأحمر يمثل الدفء. لاحظ أن فترة 31 و1 الشهر هناك اتفاق شبه اتفاق على وجود هواء بارد يصل المنطقة. معظم هذه الحسابات تشير ألوان متقاربة لكن إذا ذهبنا بعيد ذلك في بدايات شهر 2 نلاحظ الاختلاف. بعض الحسابات لونها أزرق حسابات أخرى لونها باللون الأحمر. هذا الأمر يسمى في علم الأرصاد تشويش على النمذجة العددية تقل بها الثقة في التوقعات. وهنا يأتي ضرورة التأكيد على أنه ليس أهمية السبق بقدر ما أهمية الثقة في التوقعات أن تكون هذه التوقعات ذات دقة عالية. إذا عدنا ونقول طب ما هو المختصر لكل هذا الكلام أستطيع القول بأن المختصر لبدايات شهر 2 هو أن هناك تغيير واضح في الأنظمة الجوية في نصف الكرة الشمالي تموج للتيار النفاث. هذا الأمر يعني فرصة أكبر لوصول المنخفضات الجوية الكتل الهوائية الباردة والباردة جدا إلى مناطقنا وبالتالي فرصة أفضل للمنخفضات الجوية. هل أستطيع التأكيد أن هناك تساقط ثلج بداية شهر 2؟ بالتأكيد لا للأسباب المهنية والعلمية التي أوردتها سابقا. لكن يمكن التأكيد على معلومات أكثر اتساعا مثل القدرة على وصول منخفضات جوية وتغيير في الحال في نصف الكرة الشمالية. يعني باختصار هناك تغيرات إيجابية بدأنا نرصدها على الخرائط الجوية لذات الأسباب والتشويش التي تحدث عنه زميلي محمد
ليس من السهولة الحديث بوقت باكر صح عن تساقط الثلج، لأنه العام الماضي تعرضنا إلى حوالي 8 كتل هوائية قطبية دفعت المملكة بشكل مباشر، ولكن نتيجة النهائية تساقط الثلج مرة واحدة صحيح. في مثل هذه الأوقات تقريبا صحيح. وبعد يومين من هذه الأوقات، في حين كانت باقي الهطولات ربما على شكل موجات انجماد والبرد الشديد. فبالتالي هذه رسالتنا فيما يتعلق بموضوع الثلج تحديدا. محمد، النقطة التي تلي هذا الموضوع الآن، المربعين تقريبا على وشك الانتهاء، الأداء المطري متفقين أنه كان ضعيف إجمالا، قلة وفي وصول المخفضات الجوية، حتى الأجواء الباردة لم نعيشها مثل ما عشناها في الأعوام الأخيرة، ماذا ينتظرنا في خمسينية الشتاء؟ مع الإشارة أنه ذكرنا في وقت مبكر في شهر ديسمبر أن زخم الموسم المطري سيكون في الخمسينية وليس في المربعانية. هل سيتحسن الأداء المطري في شهر 2؟ هل ستبقى فرص وصول منخفضات جوية قوية وثلوج وارد إلى المملكة خلال الشهر القادم؟ يعني طبعا دائما الأمل في الله ونتفائل بشكل كثير كبير بوجود تحسن في الأداء المطري في المملكة في شهر 2. لو شفنا شو الأنظمة الجوية المسيطرة خلال الفترة القادمة في شهر 2، لاحظوا وجود هناك مرتفع جوي. هذا المرتفع الجوي موجود على مناطق جنوب غرب القارة الأوروبية. هذا المرتفع الجوي سيكون عامل إيجابي بالاندفاع نحو مناطق غرب القارة خلال فترة شهر 2. عامل سلبي موجود هو ما زالت القبة القطبية، ما يسميها القطب الشمالي، تعاني وجود مرتفع جوي، وهذا أمر يعتبر إجمالا سلبي بالنسبة لمناطق بلاد الشام. الأمر الثالث هو قدرة الهواء البارد على التوغل جنوبا ووصول إلى مناطق ذات عروض نسميها دنيا، وبالتالي هناك عوامل لا بأس بها إيجابية في الغلاف الجوي. نوعا ما نستطيع القول بأن هناك عودة للمنخفضات الجوية في هذا الشهر، وهذه المنخفضات إن شاء الله تكون قادرة على الوصول إلى مناطقنا، أيضا تعود معها أيضا الأجواء الباردة وانخفاض درجات حرارة من جديد، وقد نعيش أجواء شتوية مرة أخرى بعد أن لم نعيشها خلال فصل الشتاء الحالي. لكن يعني ما زالت بعض الأمور غير مكتملة، كما ذكرت لك المرتفع الجوي في القبة الشمالية قبة القطب، بعض النقاط الإيجابية وبعضها السلبية، والمرتفع الموجود في جنوب غرب القارة الأوروبية يتقدم تارة وينسحب تارة أخرى. لكن بشكل عام نتوقع تحسن الواقع المطري في أشهر 2 وشهر حتى شهر 3، وكما ذكرنا سابقا زخم الشتاء الحالي كان واضحا عبر بعض النمذج الحاسوبية والنواتج الإحصائية بأنه سيأتي متأخرا خلال شهر 2 و3. ولكن مرة أخرى هذا الموسم موسم صعب للأمانة، وجود هذا المرتفع الجوي يشوش كثيرا على النمذج العددية، وبالتالي الثقة في التوقعات هي ليست البعيدة، ثقة في التوقعات البعيدة ليست كما هي الحال في بعض المواسم التي مضت. هذه المرتفعات تؤثر أحيانا سلبا على قدرة الاستشعار كيف ستكون الأنظمة الجوية في الفترات المقبلة. يعني وكملخص، إحنا لما تكون النمط الجوي واضح نتحدث بوقت مبكر عن وجود أي فعالية جوية سواء ثلجية أو قطبية، لكن في ظل وجود ربما هذه التعقيدات في النماذج العددية والأنظمة الجوية تحتاج إلى صحيح. الصبر ربما والتروي أكثر قبل إطلاق أي معلومة جوية. إذن كملخص لهذه المداخلة ما بيني وبين زميلي محمد الشاكر، هناك في البداية استقرار تام خلال عطلة نهاية الأسبوع، ربما أجواء دافئة أقرب إلى الربيعية، درجة حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية. اليوم الأخير من الشهر الحالي قد نشهد بداية وصول بعض الأمطار إلى المملكة. الفترة الأسبوع الأول من شهر شباط لا نزال نرصد ربما اقتراب أكثر للكتل الهوائية الباردة دون تحديد النتيجة النهائية لوصول هذه الكتل الهوائية الباردة، نظرا لوجود ربما تشويش في بعض النماذج العددية كما ذكرها زميلي قبل قليل محمد الشاكر. المعلومة النهائية والأخيرة شهر 2 فبراير، ويعني خمسينية الشتاء، هناك نرصد أمور إيجابية في تحسن النمط العام، لكن تبقى بعض السلبيات. نسأل الله أن يرزقنا الأمطار والخير وأن يتم تعويض هذا الموسم المطري خلال الفترة القادمة. إذن هذه كان كل ما لدينا مني ومن زميلي محمد الشاكر. عودة إليك زميلنا مهند في الاستوديو، ويعني نسأل الله أن يتحسن الواقع المطري خلال الفترة القادمة. شكرا لك ولجميع المشاهدين، وتصبحون على خير. شكرا لكم الزميلين محمد الشاكر المدير التنفيذي لمجموعة طقس العرب، والزميل أسامة الطريفي مدير العمليات الجوية. شكرا لكم ولمتابعتكم، شكرا للضيوف الكرام، نلتقي في إحاطة إعلامية قادمة بمشيئة الله، وتصبحون على ألف خير.